يجب ألا نحيد عن الطريق. هنصطادوا بطريق؟ هتجيبوا طريق بطريق بطريق؟ وده ايه؟ انت عطفة حنطور وانت عطفة شبارة وانت شارع سردينة وحلقة السمك. ودي امتحانات ولا ايه؟ توزيع امتحانات؟ وانت جبل المعز وضرب المهابيل وانت قلع القميص. نعم قلع القميص؟ قال ايه يا جدعان؟ قال اول اخش جوه ورشة الخراطة يقول اقلع الهدوم وانت تيجي هنا تقول اقلع القميص؟ قال اتفق لنا ايه؟ مزة ولا ايه؟ حلوة كلمة مزة دي، هتكون كلمة سر الليلة. نبع عسل انت. خد. نعم. دي مجموعة قنابل. يا راجل. ايه يا عم انا مال ولا قنابل؟ وكل الحلقات مربوطة بالسلك ده. ساعة ما تخرج مجموعة الوزراء تروح شلل السلك ده. وانا شايل القنابل. ايوه، تقوم القنابل منفجرة وتقضي على المجموعة الفاسدة. لا والنبي. وانت هتكون فين؟ انا مع الثوار. والثوار؟ وانا هكون فين؟ تبقى في الجنة ونعيمها. لا والنبي. وهو ده دورك. ايوه طبعا هو ده دوري. تصدق بقى انا كان عندي اخد دور اللي بيقلع احسن. ليه بتسميها كده؟ انت بطل بتقدم رسالة. ايوه لا انا مش عايز الرسالة دي، انا في غنى عن الرسالة دي. انا مش عايزها، انا مش عايز اموت شيء، مش عايز اموت النهاردة، بكرة، بكرة الساعة 7:30. الله، مختار الدنجراوي بعت لحد من رجالته كمان بالشكل ده؟ انت خاين ولا ايه؟ لا يا عم خاين ايه؟ خاين ايه؟ لا ده انا بنتحن روتينياتكم يعني، بشوف ان انا لما مش هنفنجر نفسي يعني بلعب معاكم كده يعني، انما انا وطني، انا وطني وطني. لازم نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه، لازم نسحق ناس تحت الانجليز من اجل البطل. ايه؟ نقعد نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه ايوه، بس بالراحه شويه، هتفيت انت البواسير تبقى مش كويسه عشانك، عشان خاطر الحاجه ما تزعلش عليك. الوطن يا عزيزي يستحق يكون في مكانة الأب وفي مكانة الأم. والابن كمان، فداك أبي وأمي وابني يا وطني. على فكرة أنت قشطة أوي عسل. احتشم. يعني احتشم؟ أنا هوزع المنشورات. وأنتم تعالوا معايا نجيب المسدسات. تعالوا معايا، ده كان أخرس ولا؟ ربنا معاك. نتقابل بعد التفجير. ها أفجر وأقابلك على طول. أنا لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.